السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في استكمال شرحنا لمقرر كورس 241 Organic Chemistry. 241 Organic Chemistry 241 واحد من أهم الكورسات اللي بتدرس في علوم وفي هندسة وفي صيدلة في كل الناس، يعني أي حد مهتم بعلم الكيمياء عموما بيكون لازم يفهم كورس Organic 241، سواء كان بالكود ده أو هو الكونتنت بتاعه هو واحد، أي مكان الكود بتاعه في أي مكان. تمام، أورجانيك 241 هي تعتبر أهم مقرر أورجانيك في كلية علوم. كليات علوم على مستوى الجمهورية كلها مقرر 241 بيعتبر واحد من أهم الشروط الأساسية لدخول قسم الكيمياء، وكمان أنا بالنسبة لي بعتبره إن هو أهم كورس تأسيسي، أنا بقول كمان أهم كورس أورجانيك على الإطلاق. أي مكان اللي بيجي بعد كده بيكون مبني على فكرة أو عن حاجة أنت خدتها ودرستها في 241، ودي هي صعوبة كورس أورجانيك 241، ان انت كل محاضرة بتسمع اكتر من 10 او 12 عنوان وفكرة جديدة اول مرة تسمع عنهم، ولازم تفهمهم كويس عشان هتكون مطالب بيهم في الكورس ده وفي كل الكورسات اللي جاية بعد كده، وكمان هيبقى فيها حاجات لو حد عايز يكمل ماستر او بي اتش دي باذن الله، هيبقى الاساسيات بتاعت الكيمياء بتاخدها في 241، مفيش كورس تاني بيديك البيزك بالشكل ده. الباقي بتلاقي مثلا كورس بيتكلم على البتروليوم كيمستري فبتلاقي انت مركز على البتروليوم كيمستري، جزء بيتكلم على البوليمر فبتلاقي نفسك شغال على البوليمر. فالحته دي مش هتلاقي ان الكورس متشعب بالشكل ده غير اورجانيك 241. يلا بينا نبدا محاضرتنا الثانيه ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. بيقول لي المره اللي فاتت احنا وقفنا فين؟ وقفنا عند فكره الفورميشن بتاعه السيجما والباي بوند، وقلت لك خد بالك ما تخلطش بين فكره السيجما والباي وما بين السنجل والدبل والتريبل بوند. تمام، وهعمل لك دلوقتي مقارنة سريعة عشان نفهم ايه القصة ما بين السيجما والباي بوند. قلنا في الاسيلين بيبقى فيه ربطة سيجما، تمام، ما بين الكربون كربون، انا بتكلم على الكربون كربون، في ربطة سيجما وربطة باي. بيقول لي الربطة باي بتنشأ ازاي والسيجما بتنشأ ازاي؟ بيقول لي السيجما بتنشأ من التداخل للهايبردايزد اوربيتال اللي هو اس بي 2 والتاني اهو اس بي 2، حصل ما بينهم اوفرلاب في الحتة دي، فالحته دي حصل فيها اوفرلاب، نتيجه للكلام ده اتكونت سيجما بوند، دي السيجما بوند اهي. طيب بيقول لي بقى الان هايبردايزد اوربيتال، فاكر اللي احنا سبناه المره اللي فاتت وقلت لك وحش ومش عايزينه، ده الان هايبردايزد بي اوربيتال ما حصلوش هايبردايزيشن، تمام، النصفين متماثلين عامل تو لوبس، هيحصل اوفرلاب بس سايد واي بشكل جانبي، ولذلك الاوفرلاب بيكون ضعيف جدا، وعشان كده الباي بوند بتكون ضعيفه، وده سر الرياكتيفيتي لاي مركب بيكون فيه باي بوند، ما تبقى رابطه سيجما ورابطه باي. تمام، طيب تعالوا نفهم الموضوع ده بشويه من التفصيل عشان الحته دي مش هتتعاد لك مره ثانيه ومحدش هيقولها لك ثاني، خلاص كده انت خدتها هنا تبقى ثبتت معاك. تعالى كده نشوف السيجما والباي بوند. بيقول لي السيجما بوند، تمام، بتنشا من ثلاث حالات، يا اما تداخل اس مع اس زي جزيء الاتش 2، جزيء الهيدروجين بيبقى اوربيتال اس وده اس، فبيحصل ما بينهم اوفرلاب وبيكون لي سيجما بوند. طيب هي لو في رابطه واحده تبقى سيجما، يبقى لو في رابطه واحده سيجما، في اي عدد تاني من الروابط زياده عن واحد هيبقى واحده سيجما والباقي كله يبقى باي. طيب اول نوع لمين؟ اس اس، او ممكن يكون تداخل ما بين المستوى اس مع الهايبردايزد بي اوربيتال، تمام، اس بي او اس بي 2 او اس بي 3 اي مكان نوعيه الاوربيتال الهايبردايز ده، فهتكون زي مين؟ زي سي اتش، تمام، سواء كان سي اتش بتاع اسيلينيك او سي اتش بتاع فاينايل او سي اتش دي ناتجه من الاس بي 3. يبقى كده انا بالنسبه لي هي سنجل بوند، يبقى السيجما كلها انا بتكلم على الرابطه الاحاديه هنا الاول، فهنا مثلا اتش اتش قلنا اهي رابطه واحده وهي سيجما ولكن ناتجه من تداخل اوربيتال اس مع اوربيتال اس، هنا اوربيتال اس من الاتش مع اس بي او اس بي 2 او اس بي 3 من الكربون ايا ما كانت نوعيه الروابط اللي هنا، او ممكن تكون كربون 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 بوند، فده برضو ناتج من تداخل اوربيتال هايبردايز مع اوربيتال ثاني هايبردايز، ودي المنطقه اللي فيها الاوفرلاب وهنا دي المنطقه اللي فيها الاوفرلاب، ودي هي فكره تكوين البوند. بيقول لي بالنسبه للباي بوند فبيكون الموضوع عباره عن اوربيتال ان هايبردايز بي اوربيتال مع ان هايبردايز بي اوربيتال ثاني، وبيكون الاوفرلاب مش هيد تو هيد، ده بيسموه هيد تو هيد اوفرلابنج، لا ده بيكون سايد واي بشكل هما الاثنين بيكونوا بارلل لبعض، الشكل المتوازي ده بيسمح باوفرلابنج ضعيف،
بيسمح بالاوفرلاب يكون ضعيف، والتداخل الضعيف بيؤدي الى روابط اضعف، تمام؟ وده نتيجته ان الرابطه باي بتكون اضعف بكتير وطاقتها اقل بكتير، وده بيخليها مور رياكتيف عن السيجما بوند. وعشان كده المركب اللي فيه باي بوند بيكون الرياكتيفيتي بتاعته اعلى من المركبات اللي كل روابطه سيجما. طيب حاجه ثانيه بيقول لي خد بالك، لو شفنا المنطقه اللي حصل فيها الاوفرلاب هنا او هنا مثلا بتكون افضل بكتير من مساحه التداخل في اللي هو الباي بوند، مش كده وبس. طبعا الاوفرلاب كل ما زاد ده يعني ترابط اقوى. الحاجه الثانيه، منطقه الاوفرلاب في السيجما بوند بتكون منطقه واحده، اهي منطقه واحده، لكن في كل باي بوند واحده، يعني الباي بوند الواحده بيكون الاوفرلاب ما بين اللوب اللي فوق واللوب اللي تحت، ودول المنطقتين دول بيكونوا 1 باي بوند، يعني دي بتمثل باي بوند واحده على بعضها، بس هي بيحصل تداخل فوق وتحت. فوق وتحت ايه؟ فوق وتحت المستوى او الاكسس اللي ما بين الاتوم، لو دي اتوم واتوم ده المستوى بتاعهم، هو بيحصل اوفرلاب فوق وتحت، تمام؟ يا ريت الحته دي برضو تبقى في دماغك، يعني لو حد قال لك لا ده بيحصل اوفرلاب من اكتر من بوينت، دي بس فكره ان هو الباي بوند بيبقى فيها اوفرلاب من نقطتين، لكن السيجما بوند هي نقطه واحده فقط. طيب تعالوا كده بقى، بيقول لي ايه؟ عايزين نفهم السؤال، why are sigma bonds are stronger than the pi bond؟ عايزين نفهم الباي بوند ليه اضعف بكتير من السيجما بوند. بيقول لي تعالى، بيقول لي في الفورميشن بتاع السيجما بوند، تمام، الاوربيتال بتترتب على الانتر نيوكليير اكسس. يعني ايه انتر نيوكليير اكسس؟ يعني المحور البين ذري. برضو انا ما فهمتش حاجه، يعني من الاخر ادي الكربون وادي الكربون، بتكون الرابطه او الاوربيتال ما بينهم اهو، لو هنا دي كربون ودي كربون ثانيه، اهي السيجما بوند ما بينهم الانتر اكسيال اكسس او الاكسس اللي ما بين الانتر نيوكليير او اللي هو ما بين الاتومز وبعضها، يعني من الاخر على خط واحد بيكونوا الاتومز مع الاوربيتال اللي بيكون السيجما بوند، يبقى بيكون على الانتر نيوكليير اكسس. طيب وده بينشا، وده نتيجته بيكون انه الاوفرلابنج بيكون مور افكتيف، بيحصل مور افكتيف اوربيتال اوفرلاب، بيكون الاوفرلاب افكتيف اكتر وبيكون فعال اكتر، ونتيجه للكلام ده بيكون السيجما بوند اقوى. طب تعالوا شوفوا ليه الباي ضعيفه. بيقول لي طيب مقارنه بالباي بوند، في الباي بوند ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي هي بتتكون من السايد واي اوفرلابنج، يعني اللي هو بشكل جانبي، هما الاثنين واقفين جنب بعض، تمام، بشكل بارلل، يعني لو قال لك سايد واي قال لك بارلل، هو كل واحد بيحصل اوفرلابنج بشكل بارلل، وده بيؤدي الى ان الباي بوند بيكون الاوفرلاب اضعف، ونتيجه لكده بتكون الباي بوند اضعف، وكل ما كانت البوند ضعيفه كانت سهله الكسر، وما دام البوند بتتكسر بسهوله معنى كده ان المركب بيتفاعل بسهوله، وده اللي بيترتب عليه ان المركبات اللي فيها باي بوند بتكون مور رياكتيف بكتير جدا عن المركبات اللي كل روابطها سيجما، تمام؟ طيب كويس، تعالوا بقى نعمل كومباريزن سريعه جدا ما بين السيجما بوند والباي بوند. يلا بينا نشوف الدنيا ايه القصه هنا بالظبط. بيقول لي السيجما بوند ناتجه من ايه؟ ناتجه من هيد تو هيد، تمام؟ اللي هو الاوربيتال متداخلين اللي هم في وش بعض، تمام؟ ما بين مين؟ هاف فيلد اوربيتال، كل اوربيتال فيه 1 الكترون. طب هو لو كان الالكترون اصلا بيرد جوه الاوربيتال ده مش هيعمل بوند، اصل ايه اللي هيدفع الاوربيتال انه يعمل بوند غير ان هو عايز يرتبط ويوصل لحاله اكثر استقرار، فلازم يكون هما الاثنين هاف فيلد، يبقى اثنين اوربيتال كل اوربيتال منهم هاف فيلد اوربيتال، ويكون الاوفرلاب هيد تو هيد. ده بالنسبه للسيجما. بيقول لي لا الباي برضه هما هاف فيلد عادي خالص، ولكن بيكونوا لاترال، بيكونوا بشكل بارلل، او بيكونوا بشكل سايد واي، الثلاث كلمات معناهم بشكل جانبي بشكل متوازي. طيب الحاجه الثانيه بيقول لي السيجما بوند الكترون، تمام، كود ماشي، كود ايه؟ بي سيمتريك اباوت الانتر نيوكليير اكسس، ده هو مش كود، ده هي لازم تكون موجوده بشكل سيمتريك على المحور اللي ما بين النيوكليوس وبعضها، ده في السيجما بوند. انما
في الباي بوند بيكون الالكترون كلاود اللي عامله الباي بوند بتكون فوق او تحت البلين بتاع الانتر نيوكليير اكسس. وضحتها لك فوق، قلت لك لو خدنا الاثنين اتوم جنب بعض تمام كان بيبقى الباي بوند عامله اوفرلاب فوق وتحت، ولكن مش في المكان اللي بين النيوكليوس وبعضها. طيب السيجما بوند طبعا سترونج، لان دي بيكون فيها الاكستنت بتاع الاوفرلابنج اكبر. وقلت لك كل ما كانت مساحه الاوفرلاب او المسافه او اللي هو الدرجه اللي وصل بيها الاوفرلاب ما بين الاوربيتال وبعضها، ده يعني تماسك اكبر ما بينهم، وده يعني ان البوند تكون اقوى. لكن بيقول لي الباي بوند بتكون اضعف من السيجما بوند عشان الاوفرلابنج بيكون يعني less extent، او الاكستنت اوف الاوفرلابنج بيكون less than سيجما بوند. طيب الحاجه الثانيه، ودي من اهم مميزات السيجما بوند ومش موجوده في الباي، انه بيقول لي انها بتمثل محور، بمعنى ان هي بتسمح بالفري روتيشن. يعني ايه فري روتيشن؟ بيقول لي بص، لو جينا هنا على السيجما بوند اللي فوق دي، تعالى كده شوف السيجما بوند، هنعمل لك واحده كده كروكي بسرعه. هنا دي سيجما بوند ورابطه احاديه. بيقول لي لو عملت جروب هنا مثلا، لنفترض الجروب اكس والجروب واي، بيقول لي لو لفيت المحور ده كده ممكن تلاقي بعد مرحله معينه الجروب دي بقت فوق عادي خالص ومن غير اي مشاكل، والموضوع كمان بسيط، وبقوا الاثنين قصاد بعض. يعني بتسمح بالدوران حوالين المحور. ده معنى ان هي السيجما بوند او السنجل بوند عشان نكون ادق بتسمح بالفري روتيشن. طيب ما جبتش جديد، تعال بقى شوف في الباي بوند، دايما الباي بتكون معاها واحده سيجما ثانيه، فدايما وجود الباي بوند يعني ان في دبل او تريبل بوند. بيقول لي لا، ما ينفعش تلف حوالين محورين، ما ينفعش تلف على محورين مع بعض، ده هيحصل انه لازم تكسر واحده منهم وتلف وترجع تكون البوند مره ثانيه. وعملية كسر وتكوين ربطة من جديد عشان تلف حوالين المحور بتحتاج طاقة عالية، وعشان كده بيكون الدوران شوية restricted، يعني ما بيكونش فيه free rotation، ما فيش free rotation حوالين البوند اللي هي مين، اللي هي double bond مش باي بوند. ما هي الباي بوند مش هتتكون غير في وجود سيجما بوند. طيب وده هو النقطة اللي هنقارن بيها بعد كده، انه بيقول لي السيجما بوند ممكن تبقى موجوده بشكل اندبندنت، هي بتتكون لوحدها، بمعنى ان مش محتاجه وجود باي بوند معاها او مش موجوده، السيجما موجوده. يبقى اي رابطه ما بين اتوم والثانيه دي سيجما بوند وانت مغمض. طيب لو موجود معاها حاجه ثانيه هتبقى باي. يبقى دي الباي بتتكون امتى؟ يبقى رقم واحد يتكون عندي سيجما، يبقى يتكون عندي سيجما بوند اول حاجه. بعد كده اي رابطه هتتكون هتكون باي بوند، بس لازم تتكون بشكل ديبندنت على تكوين السيجما بوند. الحته دي ممكن تلخبطك، هي حته يعني مش معقده قوي، بس بيقول لي عشان تتكون باي بوند لازم الاول سيجما بوند تربط الاثنين مع بعض، تمام؟ بمعنى بيقول لي انت لو جاي تنزل حموله من سفينه في البحر، تمام؟ جبتها الميناء، فانت قبل ما تبدا التنزيل أو قبل ما تبدأ تحرك الحمولة بتاعتك من على السفينة بتاعتك دي، لازم الأول تثبت السفينة بتاعتك دي للرصيف بتاع المينا. بيقول لي إن التثبيت بتاع الأتوم مع بعضها بيكون من خلال السيجما بوند. طيب أنت ثبتتها سيجما بوند، كويس، والله عايز تعمل باي بوند براحتك، عايز ما تعملش، ده يعتمد على الأتوم اللي عندك التهجين بتاعها إيه، تمام؟ ولكن شرط أساسي لوجود بوند هو وجود رابطة سيجما، يبقى الرابطة سيجما هي شرط أساسي لوجود رابطة أصلاً. ولكن الرابطة باي بتحصل فقط بعد تكون السيجما بوند، ولذلك تكون الباي بوند بيكون بشكل ديبندنت على مين؟ على وجود سيجما بوند، ولكن السيجما بوند ما بتعتمدش على حاجة تانية. الحاجة الأخيرة بنقوله إن السيجما بوند أقوى بكتير من الباي، وده شيء أساسي قلنا برضو إيه التفسير بتاعها. طيب بيقول لي خد بالك مش كل السيجما بوند بتكون قوية، يعني الحتة دي في بعض الحاجات اللي بيحصل فيها حيود، هسيب لك حاجة دور عليها واتمنى بإذن الله انها تعجبك قوي. كمان في نوع من الروابط بيسموها البنانا بوند، تمام؟ ايوه، ربطة الموزة، بيكون الروابط سيجما، ربطة سيجما عادية، ولكن بتاخد شكل بدل ما هي بتبقى لينير او بشكل خط، بيكون الشكل الجزئي مثلا زي السايكلو بروبان،
سايكلوبرمان بتلاقيه كده، ثلاثة كربون ماسكين مع بعض. فبيقول لي فكرة ان الاوربيتال تيجي كده لبعضها، فبتضطر ان الزاوية دي تبقى 60، لان المثلث لازم تبقى كل الزوايا اللي جوه متساوية، ومجموع الزوايا الداخلية للمثلث 180، فيبقى كده لازم كل زاوية منهم تبقى 60. بس بيقول لي المفروض الاوربيتال لما تبقى اس بي 3 كربون الزاوية تبقى 109.5. مش هدخلك في القصة دي جامد، بس ده بيعني انه في خلاف كيميائي وهندسي. هندسيا الشكل ده لازم يبقى زوايا 60، وكيميائيا الاوربيتال لازم يكون المسافه ما بينهم او الزاويه ما بينهم 109.5. يحصل ايه؟ يحصل حاجه كويسه، لا نزعل ده ولا نزعل ده. هنضغط على ده شويه ونضغط على ده شويه. بمعنى بيقول لي والله انا هاجي الاوربيتال من منشاه طالع كويس، يعني الاوربيتال طالع من هنا كويس ومن هنا كويس، بس عند منطقه الاوفرلاب هيطلعوا لبره شويه. يحصل الاوفرلاب بدل ما هو مش 100% هيد تو هيد، ولكن هو مش بارلل، يعني هم مش الاوربيتال بارلل، لا هو سيجما، ولكن حصل فيها شويه ديفيشن عن الزاويه المثاليه، وده هيخلي البوند السيجما تتكون مش بشكل خطي كده، هتتكون كده تمام كده شويه، وده بيخلي الرابطه سيجما في السايكلوبروبان اضعف بكتير من رابطه سيجما العاديه، وده اللي بيخلي مركب زي السايكلوبروبان مثلا بيشتعل لوحده مجرد ما يطلع في الهواء، المركب ده استقراره ضعيف جدا. تمام، ده من ضمن الحاجات الغريبه. خش دور كده، هي مش جزء اساسي من دراستنا او من الحته بتاعتنا دي، بس يعني قلت ايه، شغل دماغك كده شويه وافهم ايه قصه البنانا بوند. قصه يعني غريبه جدا، وطبعا كل ما كان السترين او الحلقه دي كبرت شويه، كل ما الحلقه دي بقت مثلا 4 ممبرد او 5 ممبرد، فشكل ده هيرجع يبقى اقرب بكتير لشكل السيجما بوند العاديه، وده بيخلي المركبات بعد كده تبقى اكتر استقرار من السايكلوبروبان. طيب تعالوا كده نشوف بقى حاجه تانية. بيقول لي عايزين ندرس الاورجانيك كومباوند. لما جينا ندرس الاورجانيك كومباوند او حتى لما خدتها في الثانوي، بيقول لي عدد الاورجانيك كومباوند عدد مهول، مهول بشكل ما تتخيلوش، في ملايين المركبات من الاورجانيك. اضافه لكده ان المركبات الاورجانيك صعب ان انا احفظها كلها، فالحل الوحيد هنقسم المركبات العضويه لعائلات، هنقسمها لاكثر من فاميلي. طيب وده ليه؟ قال لي تسهيل الدراسه، لانهم وجدوا ان المركبات اللي تنتمي مثلا، لو قلنا ده ينتمي الكحولات ده ينتمي الكربوكسيليك اسيد، فبغض النظر عن باقي السلسله فبلاقي ان المركب بيتصرف بسلوك عام يشبه بقيه المجموعه بتاعته. بمعنى بيقول لي والله الديفرنت اورجانيك كومباوند بيحصل لهم او بنعمل لهم كلاسيفيكيشن اكوردنج تو الفانكشنال جروب اللي هو بيحملها هذا المركب. انا بصنف المركبات العضويه حسب الفانكشنال جروب اللي عليه. واحد هيقول لي ايه الفانكشنال جروب، ايه الفانكشنال جروب، اديني تعريف بقى حاجه اقول دي هي دي الفانكشنال جروب بتاعتي، هي دي المجموعه الوظيفيه. تعالوا كده نقول لك ايه هي الفانكشنال جروب. بيقول لي الفانكشنال جروب هي عباره عن كوليكشن من الاتوم، او ممكن تكون اتوم واحده، يا اما كوليكشن من الاتومز مع بعضهم او اتوم واحده، تمام، مترتبين بترتيب معين وبتمثل جزء من المركب بتاعك، ولكن مجموعه الذرات المترتبين مع بعضهم دول سلوكهم يطغى على بقيه الجزئين. تهت، بص هنا، ده مثلا مشتق من البنزين، ده لوحده حلقه بنزين عادي، ولكن بيقول لي بس انت لو بدلت واحده من الهيدروجين بمجموعه الكربوكسيل دي ليها اسيدك كاركتر، فده هو كله اصبح ليه اسيدك كاركتر، اصبحت شويه الاتوم دول الكربونه مع الاثنين اكسجين والهيدروجين دول ليهم اسيدك كاركتر، وصفتها ضغط على صفات الجزيء ككل، وده خلاه اسيد، وده خلاه هيتصرف بسلوك معين انا متوقعه من الاسيد، مثلا يتفاعل مع البيز انه يكون استر، الكلام ده كله. طيب الحاجه الثانيه بيقول لي كمان هيشبه حاجات تانية فيها نفس الفانكشنال جروب، يعني دي مثلا اليفاتيك اسيد ودول اروماتيك، ولكن في النهايه هم في النهايه كربوكسيليك اسيد، فهتلاقي سلوكهم الى حد ما متقارب جدا. يبقى الفانكشنال جروب هي مجموعه من الاتومز بيمثلوا ركن في الجزيء، جزء من الجزيء، ولكن سلوكها وصفاتها بتطغى على الجزيء ككل. يبقى اذا قلنا ايه، الفانكشنال جروب هي كوليكشن اوف اتومز within the molecule، تمام، which bind together to react in predictable way،
بتتفاعل بشكل متوقع. يبقى انا لو عملت اناليسز ولقيت في المركب بتاعي كربوكسيليك جروب هعرف انه بيتصرف كاسيد، تمام، بغض النظر عن معرفتي لبقيه السلسله. يبقى كده وجود الكربوكسيليك جروب حددت سلوك المركب بتاعي، دي اسمها الفانكشنال جروب، تمام. هنقسم المركبات بناء على تقسيم الفانكشنال جروب. طيب الفانكشنال جروب اللي في الاورجانيك كيمستري كتيره ولا قليله؟ بيقول لي ماشي، مهما كان عدد الفانكشنال جروب كتير، تمام. عدد الفانكشنال جروب يعني لو قلنا 20 30 100 اقصى حاجه، فهقسم مركبات الاورجانيك كلها مثلا في 20 او 30 كاتيجوري، هيسهل عليا دراستها جدا. فمثلا هتلاقي لو ما فيهوش اي فانكشنال جروب، ما فيهوش اي حاجه، الكان في دبل بوند يبقى الكين، الكاين، اروماتيك كومباوند، هالو الكان، كحول، الدهايد، كيتون، كربوكسيليك اسيد، اي حاجه، نايترايل، نايترو كومباوند، نايترايت، نايتروزو. المهم في النهايه هيبدا كل المركبات مثلا اللي ليها الفانكشنال اللي فيها ازايد جروب مثلا يكون لها سلوك ثابت، تمام. فكل الازو كومباوند ليها نظام، كل الازايد كومباوند ليها نوع معين او سيستم معين من رياكشن. انا ما بعتمدش بس على ان كل السلسله تبقى متطابقه 100%، لا، وجود الفانكشنال جروب ليها سلوك متوقع للمركب، تمام. انا جايب لك مثلا عينه من الفانكشنال جروب او اشهر فانكشنال جروب موجوده في الاورجانيك كيمستري، لو عايز تبص عليها هبقى اسيبها لك في صندوق الوصف بتاع الفيديو. طيب احنا هنقسم المركبات اللي احنا هندرسها في كورس 241 لثلاثه كلاسز، تمام. طيب كلاس رقم واحد هو الهيدرو كاربونز. يعني ايه هيدرو كاربونز؟ الكلاس رقم واحد اللي هو كل الاتومز اللي عندي عباره عن كربون وهيدروجن، هيدرو كاربونز. فيها حاجه تانية؟ قال لي لا، كل الاتوم اللي عندي هي عباره عن كربون وهيدروجن اونلي، وده هيخليها هتبقى حاجه من ثلاث او اربع حاجات تانية. هنا احنا مهتمين بثلاث حاجات، ان هو يكون الفانكشنال جروب اللي عندي دبل بوند، طبعا قلنا لو ما فيهوش اي دبل بوند ولا حاجه هيبقى الكان، وده احنا مش هنهتم بدراسته قوي، احنا هنهتم اكتر بدراسه الحاجات اللي فيها باي بوند، عشان بيبقى الكيمستري بتاعتها شويه ريتش، شويه الكيمستري بتاعتها كتيره، لكن الالكان الكيمستري بتاعتها قليله، لان طبعا الرابط بتاعتها قويه فبيكون تفاعلاتها قليله. لو كان في دبل بوند بيكون اوليفينيك كومباوند، لو كان في تريبل بوند بيكون من مشتقات الاستلينيك كومباوند، ولو كان في حلقه بنزين فبيكون اروماتيك كومباوند، وطبعا مهما كان عدد الحلقات ففي النهايه هو اروماتيك. طيب ده لو كان كربون وهيدروجن. طيب الكلاس الثانيه بيقول لي لو انا عملت استبدال في الالكان، يبقى كل الروابط كلها روابط احاديه، اهو الكربون طالع منها كل الروابط احاديه، تمام، بس عملت استبدال لواحده او اثنين من الهيدروجن بايه؟ بهتيرو اتوم. كلمه هتيرو اتوم هنا معناها بدلتها باي اتوم ثانيه مش كربون ولا هيدروجن. طيب الهتيرو اتوم دي هنا ممكن تكون ايه؟ اول حاجه ممكن تكون هالوجين، ويبقى عندي الكايل هالايد، ممكن يكون الكايل فلورايد، كلورايد، برومايد او ايودايد، ده اول نوع. طيب النوع الثاني ان انا بدلت واحده من الهيدروجين باو اتش جروب، بدلتها بهيدروكسي جروب، وده هيكون لي الكول. طيب لو انا خليت واحده من الكربون اللي جوه السلسله خليتها اكسجين، فبقت من هنا ومن هنا فيها كربون، دي هتكون ايثر، تمام. الحاجه اللي بعدها لو بدلت واحده من الكربون بان، واي المكان بقى لان هنا ماسك فيها كربون او ماسك فيها هيدروجين، هيديني ديفرنت امينز. طيب اللي بعده ممكن ابدل بمجموعه اس اتش. ايوه كل ما اقول لحد بدلت بيها المجموعه دي بيقول لي مجموعه اس اتش. المجموعه دي خليك فاكرها اسمها سلف هيدريل جروب، زي ما انت بتقول لي هيدروكسي جروب، دي اسمها سلف هيدريل جروب، تمام. المجموعه الاس اتش اسمها سلف هيدريل جروب، تمام، ودي لما يبقى فيها مجموعه سلف هيدريل جروب او اس اتش دي اسمها ثايولز، ثايو الكول، ثايولز، او ليهم اسم شائع ثاني اسمه ميركابتنز، اللي هي مشتقات بتستخدم حتى في صناعات البوتاجاز، اللي هي بتبقى بتدي الريحه اللي هي الوحشه لغاز الانابيب، وده يعني مركبات الميركابتن دي من أسوأ مركبات الاورجانيك كيمستري في الريحه، كل المركبات اللي فيها سلفر ليها ريحه وحشه بشكل رهيب جدا، تمام. اللي بعده نفس القصه، بدل ما هو ايثر عادي حطيت اس، فبقى اسمه ثايو ايثر او اسمه سلفايدز، سلفايدز مش سلفيت ولا سلفايد، اسمه سلفايد.
طيب يبقى اذا الكلاس الثانيه بتبقى عباره عن ان انا بدلت كربون اتوم او هيدروجين بالكترونيجاتيف اتوم، تمام؟ ان بيكون عندي الكترونيجاتيف اتوم ماسكه مع الكربونه بسنجل بوند بس، ما بتكونش لا كربون ولا هيدروجين، فدي بتبقى هيترو اتوم. الكلاس الثالثه والاخيره بالنسبه لنا، ودي بتمثل اكبر كلاس في الاورجانيك كيمستري، هي الكربونايل كومباوند. الكربونايل كومباوند هو اي كومباوند في الجروب دي سي دبل بوند او، تمام، ما عدا طبعا الكربون دايوكسيد. وجود السي دبل بوند او اي مكان اللي ماسك في الجنب الثاني ده بيدخله في كلاس معين اسمه الكربونايل كومباوند، دي الكربونايل جروب. طيب حط بقى كل الاحتمالات اللي تيجي في عقلك للكربونايل جروب. اول حاجه لو حطيت اتش وهنا في الكايل عشان يبقى اروماتيك كومباوند، يبقى ده اسمه الدهايد، يبقى لو دي اتش يبقى اسمه الدهايد. طيب لو دي بقت ميثايل ايثايل يبقى ده كيتو، لو بقت هيدروكسيل بقى اسمها ايه؟ كربونايل، وهيدروكسيل فاسمها كاربوكسيل، كاربوكسيليك جروب، دي اسيد، كاربوكسيليك اسيد. طيب لو هي دي امين ودي كربونايل فدي اسمها امايد، امين بدلعها عشان اوضح ان هي جنبها كربوكسيل عشان بيبقى سلوك الامين جروب وهي دايركتلي اتاتش لكربونايل جروب مختلف تماما عن الامين العادي. طيب لو بقت كده ده استر انه كربوكسيليك بس شلت بدل ما كانت دي او اتش بقت او سي ايا ما كانت الجروب دي، فدي اسمها استر جروب. او لو كان بدل الاو اتش حطيت سي ال او اف او بي ار او ايا ما كان، فدي اسمها اسيد هالايد، زي ده مثلا اسيد كلورايد. يبقى انا لما شلت من الاسيد الاو اتش وحطيت بدلها هالوجين اسمه اسيد هالايد. طيب بص هنا كده اوعى تقول لي ده استر، لا دي كربوكسيليك جروب، وتحس برضو دي كانها برضو مجموعه كربوكسيليت. لما تلاقي كان اثنين كربوكسيل ماسكين في بعض اقف كده وفكر الاول، ده عباره عن اسيد انهيدرايد. يعني ايه اسيد انهيدرايد؟ ده كانه اسيد اهي حته منه، تمام، دي كربوكسيليك جروب هنا او اتش، وقصادها هنا برضو كربوكسيليك جروب برضو دي او اتش، تمام. كل اللي انا عملته ان انا شلت او اتش من جنب مع اتش من الكربوكسيليك الثانيه وربطت الاثنين ببعض، ربطت الاثنين ببعض كده، فطبعا ده بيديني اسيد انهيدرايد. اسيد انهيدرايد ليه؟ انهيدرس عشان هو حصل له نزع جزء ميه فبقى انهيدرس اسيد، اسيد انهيدرايد. وده برضو جروب من المركبات القويه جدا في الاورجانيك كيمستري، تمام. طيب تعالى كده نشوف بقى، عملنا كلاسيفيكيشن للفانكشنال جروب، تعالى نعمل كلاسيفيكيشن للكربون اتوم اتسلف. تعالى نعمل كلاسيفيكيشن للكربون اللي عندي. بيقول لي والله الكربون اتومز كان بي كلاسيفايد الى برايمري وسكندري وتيرشري وكواترنري كربون. طيب الكلاسيفيكيشن ده بناء على ايه؟ على اي اساس انا بعمل لها كلاسيفيكيشن؟ مره اقول دي برايمري، تمام، بتاخد اللي هي واحد برايم او نوت فوق اثنين كده، تمام، ممكن تلاقي واحد بيكتبها لك كده برايمري او سكندري تيرشري عادي جدا او كواترنري. عايزك بس تبقى فاهم معنى الكلام ده ايه لما اقول لك دي برايمري كربون، ده برايمري الكول، ده برايمري الكايل هالايد، معناه ايه الكلام ده؟ بيقول لي ده بيعتمد على عدد الكربونز اللي ماسكه في الكربون اللي انت بتتكلم عليها، ده بيديبند على النمبر اوف كربون اتومز اللي هي دايركتلي بوندد لمين؟ للكربون اللي انت بتحاول تصنفها. بمعنى لو جينا هنا الاول قبل ما ادخلك على السلايد الثانيه ما تتوهش مني، لو قلت لك دي كربونه، تمام، فيها كام رابطه؟ اربع روابط، كويس. لو الاربع روابط كلهم كربون فدي اسمها كواترنري كربون، اسمها كواترنري كربون، كربونه ميته متصله باربعه كربون. انا بتكلم على دي اللي تهمني، فدي كواترنري. طب حلو، لو كانت واحده منهم هيدروجين، لو ثلاثه كربون وواحده هيدروجين
دي اسمها تيرشري كاربون، تيرشري كاربون، وبالمثل دي هتبقى اسمها تيرشري هيدروجين. واحد يقول لي هو انا عمري شفت هيدروجين ماسكه في ثلاثه؟ هي مش ماسكه في ثلاثه، بتتصنف سواء كانت هيدروجين او او اتش او هالوجين، يبقى سواء كانت هيدروجين او كحول او هالوجين بتتصنف حسب تصنيف الكربونه اللي شايلاها. فدي كواترنري كربون. واحد يقول لي في كواترنري هيدروجين؟ لا اسمع، مفيش حاجه اسمها كواترنري هيدروجين. كواترنري كربون دي معناها الكربونه مش ماسكه ولا في هيدروجين ولا في اي حاجه، الاربعه كلهم كربون، لكن انا بكلمك تيرشري هيدروجين دي. تمام، لو بدلت كمان واحده وخليتها هيدروجين هنا بقى دول الاثنين كده، بقى دي اسمها سكندري كربون. طب كويس، ودول اسمهم سكندري هيدروجين. طيب ولو كان كحول يبقى اسمه سكندري الكون، مش لازم يبقوا الاثنين اوتش، ممكن دي تبقى واحده بقى اوتش بس، مفيش حاجه اسمها اثنين اوتش على نفس الكربون. طيب لو بدلت كمان كربونه ثالثه منهم وخليتها هيدروجين بقى اسمها ايه؟ برايمري كربون. طيب لو بدلت الرابعه وخليتها هيدروجين، لا انت كده بقى ايه، هو مفيش الا مركب واحد اللي فيه اربعه هيدروجين اللي هو الميثان اللي هو السي اتش 4. يبقى اذا انا اقدر اصنف الكربونه لاربعه كاتيجوري، لو كان كل اللي ماسك فيها كربون اسمها كواترنري كربون، لو كان كل اللي ماسكين فيها كربون ما عدا واحده منها بس اتش تبقى تيرشري، لو كانوا اثنين واثنين، اثنين كربون واثنين هيدروجين سكندري، لو كان ثلاثه هيدروجين واحده كربون بس ماسكه فيها من الجنب الثاني فدي برايمري كربون. تعالوا نشوف الكلام ده في المثال اللي تحت، دي اهي 3 اتش ماسكين في اللي هي السنترال كربون، ودي كربونه واحده ماسكه هنا، يبقى دي اسمها برايمري كربون دي، ودي برضو برايمري كربون. طيب زي الميثايل جروب اهي. طيب الحاجه الثانيه بيقول لي لو كانت اثنين ميثايل اهم، انا بتكلم على الكربونه دي وادي اثنين هيدروجين، فدي سكندري كربون. على فكره الكربون لما تبقى ماسكه في 2 اتش وهي في نص تشين كده وكده اسمها ميثيلين جروب. لما تسمع كلمه ميثيلين جروب يبقى انت فاهم انا بقصد بيها مين، السكندري كربون اللي جوه سلسله الالكان مثلا. فبقول لك ميثيلين جروب يبقى انت ما تجيش تسالني مين فيهم. طيب الحاجه الثالثه التيرشري كربون. التيرشري كربون تمسك الكربونه دي ماسكه في كربونه 2 3 ومعاها واحده هيدروجين بس، فدي اسمها تيرشري كربون ودي اسمها تيرشري هيدروجين، ولو كانت دي او اتش ده يبقى اسمه تيرشري الكون. حلو قوي. طيب لو بقت السنترال كربون مش ماسكه ولا في واحده من الهيدروجين او اتش، كلهم كربون 1 2 3 4، انا بتكلم على السنترال كربون، ما دام السنترال كربون ماسكه في 4 كربون من هنا ومن كل الجهات بتاعتها، ده يعني ان دي كواترنري كربون، ودي تقريبا ملهاش تفاعلات نهائي لان ما فيهاش اي فانكشن جروب ثانيه، يعني الكربونه دي صعب الوصول ليها، انت لازم عشان توصل لها تعدي من خلال واحده من الكربونات دول. يبقى اذا الكواترنري كربون ما فيش عليها غير كربون بس. تعالوا كده نشوف بقى الكلاسيفيكيشن اوف الكول بالمره. بيقول لي الالكول بيصنف حسب تصنيف مين؟ الكربون اللي هي شايلاه، فبيقول لي دي كربونه واحده وماسكه في الباقي اتشات او اي مكان، فده اسمه برايمري الكول. ده برايمري الكول. طيب دي كربونه وماسكه في واحده من هنا وواحده من هنا، يبقى ده اسمه سكندري الكول. طيب دي كربونه وماسكه في ثلاث كربونات فدي اسمها تيرشري الكول. يبقى برايمري سكندري وتيرشري الكول. في حاجه ثانيه؟ مفيش، لان لو دي بقت كربونه خلاص ما بقاش الكول اصلا. يبقى انا الالكول تصنف حسب تصنيف مين؟ الكربونه اللي هي شايله ال او اتش جروب. يبقى انت لما بتشوف الالكول ما تجريش وتقول لي ده برايمري ده سكندري، لا بتيجي ماسك الكربونه اللي ماسكه فيه الاو اتش وتشوفها ماسكه في كام كربونه. ارجوك بلاش تعد الهيدروجين، انا بقول لك اللي يهمني في التصنيف عد الكربون، عد الكربون اللي ماسكه فيها، لو الكربونه دي مش ماسكه ولا في كربون يبقى برايمري، ماسكه في اثنين يبقى سكندري،
ماسكه في 3 كربون ترشي، ماسكه في 4 يبقى كوترني. الطلبه بتتلخبط بتقعد يعد في الهيدروجين. طب افرض انا حاطط لك هالايد، يلا وريني هتعمل ايه. يبقى انت ما تدخلش في القصه دي، انت بتعد الكربون بس. طيب تعالوا كده نشوف ايه تاثير الالكترونيجاتيفيتي على البوند بولاريتي. انت دي المفروض واخدها في ان اورجانيك وزهقت منها. بيقول لي ان اللي هو الكوفيلنت بوند او الرابطه التساهميه، لو قلنا دي مثلا اكس، اقدر اصنفها حسب فرق السالبيه الكهربيه، فرق الالكترونيجاتيفيتي ما بين الاثنين البوند اتوم. فبيقول لي على حسب الدلتا في الالكترونيجاتيفيتي، تمام، اصنف البوند اللي عندي حسب 4 كاتيجوري اساسيين، من غير ما اقعد ابص وادرس خواص البوند. لا ده انا هتوقع خواص بتاعه البوند اللي ناتجه عندي. طيب واحد يقول لي ما تاخدنيش في الكلام بسرعه وفهمني يعني ايه الكترونيجاتيفيتي. بيقول لي الالكترونيجاتيفيتي it is the ability of an atom to attract a shared electron to itself. بمعنى السيجما بوند او الكوفيلنت بوند على العموم مش عباره عن 2 الكترون، الكترون جاي من هنا والكترون جاي من هنا، تمام. فهو الالكترونيجاتيفيتي تعني قد ايه الاتوم دي ممكن تسحب الاثنين الكترون ناحيتها، قدره الاتوم على سحب الكترونات الرابطه ناحيه رابطه تساهميه. يبقى دي هي الالكترونيجاتيفيتي. يبقى الالكترونيجاتيفيتي بيقيس بيها الابيليتي بتاعه الاتوم قد ايه تسحب اللي هو البير بتاع الالكترون المكون كوفالنت بوند ناحيتها. كويس، يبقى دي هي الالكترونيجاتيفيتي. وعلى حسب قدرتهم على السحب، طب ما هم لو اثنين، هم مثلا الفلورين واحده من اعلى الاتوم في الالكترونيجاتيفيتي، بس الفلورين لو ماسكه في فلورين ثانيه، لا القوه قصادها قوه ثانيه يعني تعادلها وتعكسها في الاتجاه، فبالتالي هيكون التاثير بتاعهم بيلاشي بعض. يبقى اذا الدلتا في الالكترونيجاتيفيتي، فرق الالكترونيجاتيفيتي بتاع البوند اتوم، هيديني رف ميجرمنت اللي هو يعني بشكل رفلي كده اتوقع البوند بولاريتي هتكون ازاي، نوع البوند اللي هتتكون. فبيقول لي لو كان الدلتا في الالكترونيجاتيفيتي، فرق الالكترونيجاتيفيتي بيساوي صفر، يبقى هما الاثنين ذا سيم اتوم، وده بيكون بيور كوفالنت بوند، زي مثلا البي ار 2 سي ال 2 اف 2 اتش 2 ان 2 او 2، كل ده معناه ان هي دي بيور كوفالنت بوند. طيب لو كان فرق السالبيه ما بينهم صغير، ما بين 1 من 10 ل 4 من 10، فدي بتكون مش بيور كوفالنت بوند ولكن هي مش بولر، فبتكون نون بولر كوفالنت بوند، زي مثلا جزيء الميثان والالكانز عموما بتكون نون بولر. نون بولر يعني ما بيدوبش في الميه، ابسط حاجه. طيب لو كانت فرق السالبيه حاجه انترميديت ما بين مثلا 5 من 10 ل 1.7 من 10، بتكون كوفالنت بوند، تمام، ولكن فيها بولاريتي، فيها جزء بيكون موجب وجزء بيكون سالب. هنفهم الكلام ده في السلايد اللي بعدها على طول. زي جزيء زي ال HCl، تمام، بتكون ال H وال Cl الرابطه ما بينهم بولر كوفالنت بوند، وعشان كده ال HCl بيدوب بسرعه كبيره جدا في الميه، ده غاز، ولكن الميثان مش صعب جدا يدوب في الميه، تمام. لو كانت فرق السالبيه اكبر من 1.7 من 10، لا ده الالكترون هيتنقل كله للاتوم الثانيه وهيكون ايونيك بوند، زي مركب زي الكي بي ار. فرق السالبيه ما بين البوتاسيوم والبي ار اكبر من 1.7 من 10، عشان كده البي ار هياخد الالكترون الاثنين فوق تظهر عليه شحنه سالبه، والبوتاسيوم بتبقى الشحنه عليه موجبه. طيب تعالوا نفهم الموضوع ده بشكل اكتر. بيقول لي في جزيء زي سي ال 2، ادي البير اللي مكون الرابطه، ودي بيكون مين؟ بيور كوفالنت بوند، دي مش بولر، فبيسحب دي بتسحب كده ودي بتسحب كده، ففي النهايه المحصله هما الاثنين قد بعض. ولكن لما حطيت معاها اتوم ضعيفه زي الهيدروجين، لا ده شايف انت السحابه الالكترونيه عامله ازاي، اتسحبت كلها وتركزت فوق الكلورين اتوم، وده يعني ان الكلورين اعلى في السالبيه الكهربيه بكتير من الهيدروجين. ولكن مثلا يعني حاجه زي الصوديوم، لا الصوديوم مش ماسك في الالكترون بتاعه اصلا، قال له خد الالكترون كله يلا على الالكترون اللي عندك، فظهر عليها نيجاتيف تشارج، والصوديوم عشان فقد الكترون بقى عليه بوزيتيف تشارج، ودي بقى بيور ايونيك بوند. يبقى الاولانيه كوفالنت بس نان بولر، ودي بقت بولر. ليه؟ بص حركه الالكترون او عمليه الشيفتنج او اللي هو الشيرنج الغير متساوي،
تمام؟ يعني احنا بنعتمد ان تكوين البند بيكون بالمشاركه، تمام، ولكن هنا مشاركه غير عادله، مشاركه ما فيهاش عدل قوي، يعني زي ما ربنا بيقول في القران الكريم: وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. هنا حصل ان المشاركه فيها ان الكلورين طمعت في الالكترون كلاود وخدت الالكترون كلاود ناحيتها، وده اثر ان طلع عليها شحنه سلبيه، تمام، سحبت كل حاجه لنفسها، ظهر عليها شحنة سالبة جزئية، مش فول تشارج زي هنا، لا بارشل، يعني بارشل تشارج نيجاتيف، وهنا ده عشان اتسحب منه الكلاود شوية فبقى عليه بارشل بوزيتيف تشارج، فبقى فيها كأنهم اتنين بولز في الجنبين، بقت بولر بوند، ان الرابطة قطبية، وده هيخلي جزئية زي ال HCl يدوب في المية بسرعة بسبب الأقطاب المستحسة اللي نتجت من فكرة عدم المشاركة بالتساوي ما بين الكلورين والهيدروجين. طيب تعالوا كده نتكلم شوية على طريقة كسر الروابط التساهمية، البوند فيشن. لو انت عندك مثلا كربون كربون بوند وعايز اكسرها، واحد يقول لي انا بحب امشي كل حاجة بالعدل، هكسرها بالنص، تمام، هدي دي الكترون وهدي دي الكترون، تمام، يبقى انا لو كسرت البوند من النص وكل واحدة إلكترون بقى عليها إلكترون مفرد، والكسر ده بيكون متماسك فبيسموه هومو، هومو يعني متماسك، هوموليتيك فيشن، فيشن يعني كسر أو شطر، حاجة بقسمها نصين، يبقى ده عملت هوموليتيك فيشن، فداني اتنين الحاجة اللي عليها إلكترون مفرد اسمها راديكال، فري راديكال، هو نيوترال ولكن رياكتف بشكل رهيب. طيب لو انت مثلا كسرت البوند بشكل ما فيهوش عدل، خدت اثنين الكترون كلهم نقلتهم على واحده من الاتوم وسبت الثانيه، فاللي خدت منها الالكترون ظهر عليها شحنه موجبه، واللي خدت الاثنين الكترون ظهر عليها شحنه سالبه. واحد يقول لي ظهر عليها شحنه سالبه واحده ليه؟ لان هي البوند اصلا الكترون والكترون، فدي هذه بضاعتهم ردت اليهم، ان هي الالكترون رجع لها ما خسرتش حاجه، لا وخدت كمان الكترون زياده فوق البيعه، فاللي جالها فوق البيعه ده هو اللي خلى عليها شحنه سالبه واحده. طيب الثانيه كان معها الكترون شاركت بيه في البند وخسرته، فهي خسرت في النهايه الكترون واحد، يبقى دي بقى عليها شحنه بوزيتيف واحده ودي عليها شحنه نيجاتيف واحده. الكسر الغير متماسك ده اسمه هيتروليتيك فيشن او هيتروليتيك فيشن، لو انت عايز تقول فيشن يعني كسر او كسر غير متماسك. طب تمام، تعالوا نشوف الطريقه بقى العكس، لو انا عايز اجمع دول واكون بوند، يلا نشوف الدنيا بتمشي ازاي في البوند فورميشن. ويلا يا الله، اول حاجه ممكن تكون حاجه نيجاتيف تروح لحاجه بوزيتيف وتديها الالكترون ويكونوا بوند اهي، او ممكن يكون واحده فيها الكترون مفرد والثانيه فيها الكترون مفرد زي مثلا اتش واتش، يجوا مع بعض ويكونوا اتش 2 CH أي مكان، برضو ده راديكال مع راديكال كويس، برضو ربط كوفيلنت والدنيا كويس. أو ممكن يكون حاجة فيها لون بير، فيها لون بير في إلكترون، فيها زوج حر من الإلكترونات، آسف هو زوج الحر المفروض يبقى فوق هنا، ودي عندها بوزيتيف تشارج، خلي بالك دي نيجاتيف مع بوزيتيف فالمحصلة بتكون متعادلة، لكن ده بوزيتيف مع متعادل فالمحصلة هتكون برضو في بوزيتيف. أنا اديت اللون بير زوج الالكترون الحر اللي على الاتوم، دي ممكن تكون N ممكن تكون O ممكن تكون أي حاجة اللي هي دي، تمام؟ عليها لون بير اوف الكترون، وقلنا المرة اللي فاتت اللون بير بتيجي من هايبردايزد اوربيتال وسهل إنها تتفاعل مع أي حاجة بره. لو اديت اللون بير فدي بتعمل كوردينيشن بوند، رابطة تناسقية، رابطة مش تساهمية، احنا الكلام ده كله بنكلمك على الكوفيننت بوند، لكن الرابطة التناسقية هي نوع خاص من الروابط التساهمية. ليه؟ لأن منشأ الإلكترون اللي هي عاملة الرابطة مش من الاثنين أتوم، لا ده هي واحدة مانحة واحدة مستقبلة، واحدة بتكون دونر والتانية أكسبتور، فدي بتبقى كوردينيشن بوند، هي عبارة عن سبيشال تايب من الكوفيلنت بوند. دي أنواع البوند اللي عندك، ولكن ما تنساش إنك أنت بادئ بتشارج هنا ما حصلهاش أي تعادل، ستيل موجودة. ده كده البوند فيشن والبوند فورميشن، تمام. طيب
تعالوا نسمع برضو كده ونشوف. احنا ساعات بنقرا او نشوف اي رياكشن، ساعات يقول لك ده الكتروفايل، ده نيوكليوفايل، ده يعني هي دي الحاجات اللي بتبقى في الميكانيزمات بتاعه الاورجانيك. لازم تركز معايا قوي دلوقتي يعني ايه الكتروفايل ويعني ايه نيوكليوفايل، عشان الكلام ده هيكمل معاك لنهايه دراستك للكيمياء باذن الله كله على فكره ايه الكتروفايل وايه نيوكليوفايل. فبيقول لي كلمه الكتروفايل، الكترو يعني الكترون وفايل يعني يحب، يبقى الكتروفايل معناها الكترون لافينج سبيشيز، اللي هي الحاجه المحبه للالكترونات. طيب الالكترون اصلا شحنتها ايه؟ سالبه، فالحاجه اللي بتحب الالكترونات لازم يكون شحنتها موجبه، يبقى المركب ده عليه شحنه موجبه فهو بيحب شحنه الالكترونات السالبه، يبقى ده محب للالكترونات. او حاجه ثانيه يكون هو اصلا في حاجه بوزيتيف ممكن تروح وتمسك في الالكترونات، زي مثلا الاسيد دي كلها الكترون لافينج، او ممكن يكون فيها فيكنت اوربيتال. لو فاكر في الاوكتترول، لو حد خد نظريه اللي هي الفيسبر ثيري تمام، او نظريه الثمانيات، انه كانوا بيقولوا كل اتوم بيبقى حوالي منها 8 الكترون تمام في فكره الاوكتت، لكن بيقول لي بعض الحاجات بتكون مخالفه للاوكتترول، دي مثلا حوالي منها 6 عايزه يبقى حوالي منها 8، فدي ممكن تكون مياله جدا ان اي حاجه فيها الكترون تيجي تمسك فيها تمام. او هنا برضو نفس القصه، دول كلهم الكترون لافينج سبيشيز، حاجات محبه للالكترون. ده الحاجه اللي بتحب الالكترون دي اسمها الكتروفايل، يبقى الالكتروفايل هي حاجه عندها ديفيشنسي في الالكترون، ولذلك هي بتكون محبه للالكترونات، والحاجات دي غالبا بتكون بوزيتيفلي تشارجد، او على الاقل عندها ديفيشنسي في الالكترون حتى لو كانت نيوترون. طب تمام، هل في حاجه العكس؟ قال لي اه في حاجه ثانيه اسمها نيوكليوفايل، نيوكليوس، النيوكليوس دايما شحنتها موجبه، وفايل قلنا يعني لافينج، يبقى نيوكليوفايل معناها نيوكليوس لافينج سبيشيز. طبعا في واحد يقول لك الكتروفيل نيوكليوفيل، براحتك، هو اسمه الكتروفايل نيوكليوفايل، بس لو حد قال لك نيوكليوفيل او نيوكليوفايل ما تمسكش في الحته دي قوي، بس هو اسمه نيوكليوفايل. طيب النيوكليوفايل ده معناه ان هو محب للشحنه الموجبه، معنى ان الحاجه تحب الشحنه الموجبه، الحاجه بتحب الحاجه المعاكسه ليها، معنى ان هو بيحب الشحنه الموجبه ان هو عليه نيجاتيف تشارج زي الاو اتش اس اتش او اس سي اتش 3 سي ال نيجاتيف، او ادي السي نيجاتيف، او على الاقل يكون عليها لون بير اوف الكترون، المهم ان هي عندها تكون ريتش في الالكترون. يبقى النيوكليوفايل هي عباره عن حاجه الكترون ريتش، هي محبه للنوع عشان هي ريتش في الالكترون، والثانيه كانت محبه للالكترون عشان هي بور في الالكترون، فالحاجه بتروح للحاجه اللي عكسها. انا لو عندي الكترون كتيره مش هحب الحاجه اللي فيها الكترون كتيره، هروح للحاجه اللي عندها ديفيشنسي في الالكترون تمام. ده النيوكليوفايل هو حاجه ريتش في الالكترون، فبيكون هو محب وبينجذب اكتر للشحنه الموجبه. ده فكره الالكتروفايل والنيوكليوفايل، عشان بعد كده لما اقول لك مثلا الالكتروفايل ده او النيوكليوفايل ده هيروح يعمل اتاك على الكتروفايل، طب مش هيعمل اتاك على حاجه نيجاتيف، النيجاتيف ما تهاجمش نيجاتيف، النيجاتيف تروح تهاجم مين؟ تروح تهاجم حاجه بوزيتيف. يبقى ده لو اديته مثلا اتش موجب هتلاقيه اوتوماتيك ادى الالكترونات بتاعته هنا وكون بوند وعمل لي حاجه زي دي اس اتش مثلا تمام. دي فكره الكتروفايل ونيوكليوفايل. طيب تعالوا برضو حاجه من ضمن الحاجات الاساسيه، يعني جزء اساسي قوي في الاورجانيك، فكره الاندكتيف افكت والريزونانس افكت. بتاعتي يقول لك الحاجه دي المجموعه دي بلس اي ماينس اي، اي يعني اندكتيف، اندكتيف يعني ايه؟ يعني حث، يعني ايه برضه حث؟ الاندكشن، وساعات يقول لك اندكشن بالموجب او بالسالب. الاندكشن ده بينشا من قلنا عدم المشاركه المتماثله لالكترونات الرابطه التساهميه، فبيظهر بارشال بوزيتيف وبارشال نيجاتيف مثلا لو ما خليت الكلورين ماسكه في سي اتش 2، فبيبقى السحب ازاي؟ ناحيه الكلورين للاثنين الكترون اللي هنا دول. كويس، وده بينشا قطب يعني مستحث جزئيا نيجاتيف، وهنا قطب بشكل شحنه جزئيه موجبه تمام. وبرضه التاثير بيوصل لحد هنا بس بيكون ضعيف لان المسافه بتكبر، عشان كده بقول لك الاندكشن بيقل مع المسافه، الاندكشن بيقل مع ايه؟ مع المسافه،
يبقى بيعتمد على الديستانس، لان هو بتبقى الكلورين اتوم واقفه في مكانها وبتاثر، عامله زي المجال المغناطيسي، فهي كل ما المسافه بعدت فدي مثلا بعيده عنها جدا ما بتقدرش تاثر عليها. كويس جدا، ده اسمه تاثير بالاندكشن. طيب بص بقى، تاثير الاندكشن ده في طرفين. تاثير الاندكشن ده حاجتين، الكلورين مش بتسحب، يبقى دي بتبقى بالسالب على اي حاجه تمسك فيها، يبقى الكلورين لو ماسك في اي اتوم ثانيه هتسحب منها الالكترون، عشان كده بقول دي ساحبه للالكترونات، فدي اسمها ماينس اي. يبقى انت لما تشوف جروب مكتوب عليها ماينس اي ده معناها ان الجروب دي بتسحب بالاندكشن. طيب انما لو كانت دي مش دي اللي بتدي الالكترونات للكلورين، يبقى دي اسمها بلس اي، بتدي الكتروناتها للكلورين بالاندكتيف افكت او بالاندكشن. بس كده، هو ده فكره الاندكتيف افكت، بس بيكون التاثير من خلال سيجما بوند، من خلال سنجل بوند، يبقى من خلال سنجل بوند بس. ده فكره الاندكتيف، يبقى عمليه الحركه بتاعه الالكترون بتوع الرابطه ما بين اثنين اتوم من خلال سيجما بوند ده اسمه اندكتيف افكت. لو كانت بتسحب يبقى اسمه ماينس اي، ولو بتدي يبقى اسمه بلس اي، ده من خلال سنجل بوند. بيقول لي بس خد بالك، لو كان الحركه من خلال في وجود باي بوند يبقى ده اسمه ريزونانس افكت، عشان هيحصل رانينج، يعني انت عشان تفتكر فكره الريزونانس بيحصل ران للالكترون، الالكترون بتجري من مكان لمكان فعليا. فمثلا مجموعه زي الكربوكسيليت عليها نيجاتيف تشارج، ممكن الالكترون دي تيجي تنزل هنا والالكترون دي تطلع تيجي هنا، فيبقى دي بقت نيجاتيف ودي بقت دبل بوند. تمام، يبقى ده حصل عمليه حركه فعليه، حركه بشكل فعلي للالكترون، وده اسمه ريزونانس. يبقى كان التاثير بتاع الاندكتيف من خلال ايه؟ سنجل بوند اونلي، لو كان دول كلهم سنجل، ولكن هنا التاثير لا، ده هو التاثير اتشارج مع باي بوند الباي الكترون، لا ده هيعمل ريزونانس رنين. وده هيوصلني لنقطة ان انا هلاقي نص الوقت دي تبقى سنجل ونص الوقت دبل، ودي نص الوقت سنجل ودي نص الوقت دبل، عشان كده هتلاقيها رابطة ثابتة والرابطة الثانية منقطة، عشان اقول لك ان الرابطة دي ما بتبقاش طول الوقت موجودة في شكل دبل. تمام، ده اسمه ريزونانس افكت، مش لازم تبقى نيجاتيف تشارج، ممكن بوزيتيف تشارج مع برضو باي بوند. طبعا الباي الكترون قلت لك حركتها سهلة، فدي هتيجي هنا ودي تبقى البوزيتيف تيجي هنا، فده كله اسمه ريزونانس. اسمه ايه؟ ريزونانس. طب والشكل اللي انا هرسمه النهائي ده اسمه ريزونانس هايبرد. ان انا برسم لك الاستراكشر الفعليه، بمعنى ايه ريزونانس هايبرد؟ بيقول لي ان هي ما تبقاش موجوده في الشكل ده لوحده ولا الشكل ده لوحده، هي بتبقى موجوده في حاله وسطيه، يعني بتبقى في الشكل ده ولا ده، بتبقى موجوده في حاله وسطيه، والبوند كلها بتبقى كانها واحد ونص، انها بوند ونص. ايوه، هتسمع حاجه اسمها البوند اوردر واحد ونص، لان دي بتبقى فيها ريزونانس. من اشهر الحاجات اللي فيها ريزونانس حلقه البنزين، فاكر انت الكيوكلي ستراكشر، وان الروابط بتبقى بالتبادل دبل وسنجل. تمام اهو، وبعد كده بيبدلوا، وفي الاخر خالص لما جه الاستراكشر بتاعته العالم اللي اخترع الحته دي قال لك لا احنا هنرسمها ايه؟ دايره، ان الست الكترون دي لوكالايز. الريزونانس معناه انه في دي لوكاليزيشن، عدم تمركز للالكترون، الكترون الباي والالكترون دول او الكترون الباي مع البوزيتيف تشارج بيحصل لهم موفمنت او بتجري، يبقى الريزونانس جاي من الجري او من الحركه او من الرننج. يبقى الريزونانس افكت هو عمليه حركه للالكترون من خلال باي بوند، لكن الاندكتيف كنا بنتكلم من خلال سنجل بوند. دي كل الحاجات اللي انا عايزك تعرفها المره دي. لو عندك اي سؤال سيب لي في الكومنتات، هشرحها لك لو بشكل برايفت، لو كلمتك هوصل لك ما تقلقش، سيب لي في الكومنتات هعرف اوصل لك، يا اما هبعت لك بي دي اف هعمل لك فيديو صغير في الشرح، يا اما هشرح لك بشكل انتر اكتف زي ما تحب. اتمنى من الله تكون استفدته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.